لو تمعنت في أغلب العظماء في العالم والتاريخ ستجد أنهم لم يذهبوا إلى المدرسة أو لم يكملوا تعليمهم الجامعي، ومنهم من وصل إلى قائمة أغنى أغنياء العالم وحقق ثروة بالمليارات، ومنهم من أطلق عليه شيخ المناظرين وأسلم على يديه الآلاف من الناس، ومنهم من كان سبباً في الضوء الذي فوق رأسك الآن، وغيرهم الكثير الكثير الكثير. كلهم لم يذهبوا إلى المدرسة أو الجامعة وقرروا أن يتعلموا خارجها. وعلى الطرف الآخر بعضنا الآن حاله محزن، ما بين ضغط اختبارات ودراسة ودوام في المدرسة والجامعة، ويسأل نفسه أسئلة كثيرة جدا، لماذا يجب علي أن أدرس كل هذه المواد التي لا أتذكر منها شيء فور خروجي من الاختبارات؟ ولماذا يجب أن تكون علاماتي الدراسية هي من تحدد مقدار فشلي ونجاحي في الحياة؟ وأسئلة كثيرة جدا. والحقيقة أن المدرسة والجامعة ليست مهمة لكي تصبح ناجحا عظيما. ما وراء كواليس المدرسة. نحن أخي الحبيب أختي الفاضلة نمضي ما يقارب من 12 عاما في المدرسة، ثم بعدها نمضي سنوات في الجامعة، ثم بعدها ربما الماجستير والدكتوراه. تأخذ هذه المنظومة من حياتنا ما يعادل ثلثها، والنتيجة على الأغلب تكون ليست كما نريد ونطمح. وهذا رأي الأغلب حتى هنا في القناة من خلال استطلاع رأي طرحناه. هل تعتقد أن المدرسة والجامعة ستحقق لك ما تطمح في الحياة؟ وهذه كانت النتائج. فالمشكلة أخي الحبيب أختي الفاضلة ليست في الدراسة، ركز، بل في المدرسة، وليست في العلم بل في الجامعة. فكل العظماء والناجحين لم ولن يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا من خلال الدراسة والتعلم والقراءة والمطالعة، لكن ليس من خلال المدرسة والجامعة، وهذا محور نقاشنا. فعندما قاموا بتحليل الشخصيات التي لم تدخل المدرسة والجامعة وجدوا عاملا مشتركا بينهم جميعا، وهو أن هذا الشخص تخلف عن أقرانه لسبب ما في المدرسة، يعني تركها، وهذا الشخص كان مستواه الأكاديمي منخفض مقارنة بأقرانه، يعني كانت علاماته الدراسية منخفضة، يعني كان فاشل بلسان أقرانه ومعلميه، وأن هذا الشخص كان مبدع في المجال الذي تفوق فيه لاحقا، فأصبح فيما بعد شخصية عظيمة ناجحة في مجاله. فإذا كنت تمتلك هذه العوامل فأنت مرشح لكي تصبح شخصا عظيما بإذن الله، ولست بفاشل كما يعتقد الأغلب. فالمدرسة والجامعة بالنظام الحالي هي طرق مسيرة للمقهورين، كما يسميها الكاتب بابلو فريري في كتابه تربية المقهورين. تسير فيها بالتلقين، تدرس فيها مواد درست لمن كان قبلك بعشرات السنين دون تغيير. تخيل أن كلام هذا الكاتب كان في بداية القرن العشرين، ونحن الآن في القرن 21، والنظام التعليم ما زال نفسه وبنفس أسلوب التعليم. وبسبب هذا الأمر أصبحنا في وقتنا الحالي نلاحظ أن الشخص المتميز الناجح في مجاله قد ترك المدرسة أو لم يكمل الجامعة. وفكر معي الآن في مشاهير ولاعبي كرة قدم وممثلين ورجال أعمال وغيرهم الكثير. وعلى الطرف الآخر تجد أن من أكمل التعليم الجامعي بل وتخرج بمعدل عالي، وضعه المادي والاجتماعي صعب ومتدني، بل ربما تجده موظف عند الشخص الذي خرج وأكمل تعليمه خارج المدرسة والجامعة. وهنا طبعا لا أنقص من مقدار الخريجين المتفوقين، ولكن أركز على هذه النقطة، وهو أن من ترك المدرسة والجامعة درس وتخصص وركز على هدف واحد فقط، فدرس كل ما يمليه عليه هذا التخصص، فأصبح متفوق في مجاله، فأصبح مثلا متميز في كرة القدم، في الأدب، في التجارة إلى آخره، ولم يدرس في المدرسة أو الجامعة مواد لا تفيده، بل وتضيع من عمره أيام وساعات دون مقابل فعلي عملي. تخبرك الدراسات أن 90% من الأطفال تملك إبداعا خارقا، تولد بفطرتها مبدعة، والغريب أن هذه النسبة تنخفض إلى 10% بوصوله إلى سن 7، وتصل إلى 2% بوصوله إلى سن 18. والسبب يعود لأن هذا الطفل تلقى تعليم يعتمد على التلقين لا الإبداع، وضع خط تحت الإبداع. فالنظام التعليمي الحالي يقتل الإبداع، وهو جزء من فكر خاطئ، لدرجة أننا ربطنا التفوق في الجانب الأكاديمي بنجاح الشخص أو فشله. وإذا وجدنا مثلا شخص متفوق ودرجاته الدراسية مرتفعة أصبحنا نناديه بيا مهندس ويا دكتور، فيعتقد هذا الشخص أن النجاح هو أن تصبح طبيب أو مهندس، والفشل أن تصبح شيء آخر. فيلتحق هذا المتفوق في الجانب الأكاديمي بدراسة الطب مثلا، ويكتشف فيما بعد أنه لا ينتمي لهذا التخصص ولا يحبه، والأهم لا يبدع به ولا يقدم للبشرية شيئا عظيما. وهذا ما حدث بالضبط مع مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الذي أخرجها إلى النور وإلى الازدهار. درس الطب واكتشف فيما بعد أنه لا ينتمي لهذا التخصص كما شغفه الحقيقي وإبداعه في الإدارة والاقتصاد والسياسة، فترك الطب لاحقا. واسمع هذه الدراسة، 80% من خريجي الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية يعملون في مجالات ليس لها علاقة بتخصصاتهم،
بعد 10 سنوات من تخرجهم، تخيل. وهذا عزيزي المشاهد في بلد شديد التقدم مثل أمريكا، فما بالك في وطننا العربي الحبيب. في بريطانيا في القرن الماضي لاحظوا مقدار فشل النظام التعليمي لديهم، وكانوا وقتها بحاجة ماسة إلى المزيد من العلماء والأخصائيين في مجالات التكنولوجيا، وكانوا مدركين أن النظام التعليمي الحالي فاشل ولن يحقق لهم العجز في من العلماء المستقبليين، فقرروا تطوير النظام التعليمي لديهم، وقرروا تغيير المناهج الدراسية كلها بحيث يتم تعليم القراءة والكتابة بشكل مكثف في المراحل الابتدائية، ويتم إلغاء مواد اعتبروها أقل أهمية مثل الفنون والعلوم الإنسانية، ويتم إضافة مواد أساسية تتعلق بالتكنولوجيا، فأصبحت المواد المتعلقة بالتكنولوجيا إجبارية على كل الطلاب. وطبعا النتيجة كانت مخيبة للأمال، هم فعليا لم يطوروا النظام ولكن خصصوه في التكنولوجيا. يعني لماذا يجب على طالب لا يحب التكنولوجيا أن يجبر على دراستها وعليه لن يبدع فيها؟ فبعد 10 سنوات من تطبيق هذا النظام، 20% من البالغين في بريطانيا لديهم مشكلات في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية البسيطة، و22% تركوا الدراسة الرسمية، وأصبح سوق العمل يعاني من نقص الكفاءة. فالحل والله أعلم ليس في تطوير النظام أو تخصيصه، بل في تغييره كله أساساً. فلا يجب أن يدرس كل الطلاب باختلاف ذكائهم نفس المواد، ولا يجب أن يكون التحصيل الدراسي هو مقياس نجاح الشخص أو فشله، فأشكال الذكاء تختلف من شخص إلى آخر. هناك مجالات يبدع فيها شخص ولا يبدع فيها آخر، وعليه يجب أن يدرس كل شخص فقط المواد المتعلقة بإبداعه، وهذا ما يقوله كتاب مدارس بلا فشل. فالتفوق أحبتي في الله إذا أردنا تعريفه هو تفوق في ملكة العقل وإبداعه، وضع خط تحت إبداعه، وليس تفوق فقط في قوة الذاكرة والحفظ كما تعلمنا وأخبرنا ولقنا سابقا. لأن الإبداع إذا اختفى في الطالب سينهار المجتمع في كل جوانبه، لأن الإبداع هو السر الخفي في نجاح كل هؤلاء العظماء بلا مدارس. بيل جيتس إبداعه أوصله إلى اختراع الويندوز بدون شهادة جامعية، واستطاع أن يوجد وظائف لأكثر من 65,000 شخص وحرك اقتصاد بلده. أيضا صاحب متاجر إيكيا أوجد وظائف ل84,000 شخص، ونفس الحال بالنسبة لديل وهوندا وإريكسون والراجعي وساندروز، كلهم أوجدوا وظائف لما يزيد عن 1.5 مليون شخص، وكلهم كانوا بلا مدارس ولم يكملوا الجامعة، ولكنهم أكملوا تعليمهم خارجها وتخصصوا في إبداعهم. فالحل أحبتي في الله هو في تغيير النظام التعليمي في المدارس والجامعات، بحيث نوجد نظام يقبل الإبداع. وبالفعل بدأت تظهر بعض المدارس والجامعات التي تعمل على تطوير القدرات الإبداعية التي يتميز بها كل شخص عن غيره، مثل جامعة ستارث كلايد وبيتسبيرك، حتى أنه في فنزويلا أنشئت وزارة كاملة اسمها وزارة الذكاء تصب في هذا الهدف. وفي وطننا العربي أيضا أصبحنا نرى بعض المدارس المهنية التي أيضا تصب في نفس الهدف، ولكن فكرة تغيير النظام التعليمي في وطننا العربي ما زالت متواضعة وما زالت غير مقبولة عند الأغلب. والمشكلة الأصعب أننا عندما أردنا تطوير النظام التعليمي في وطن العربي قمنا بتقييد المعلم وسلبه من كل حقوقه، فأصبح الطلاب مثل القنبلة الموقوتة، وأصبح المعلم ملطشة المال العامي. بل أن المواد التي يجب أن تدرس لكل الطلاب باختلاف مجال إبداعهم مثل القراءة والكتابة والعمليات الرياضية الأساسية أصبح يتهاون بها، حتى أن مادة التربية الإسلامية أصبحت اختيارية، تخيل. في النهاية أحبتي في الله، لو أردت حل شامل ونصيحة أخوية في موضوع مدرستك أو جامعتك التي تعتقد أنك لا تنتمي لها، وتحصيلك الدراسي فيها منخفض، وتشعر أن لديك إبداع يسرق منك فيها ولا تريد أن يذهب هذا الإبداع، نصيحتي أن تتعلم خارجها وتطور من قدراتك الإبداعية من خلال وسائل متاحة مثل الإنترنت، وهو عامل مهم، وفي نفس الوقت تبقى في المدرسة والجامعة الحالية لحين أن تتبنى الدول نظام تعليمي يقبل الإبداع، هكذا يكون أهون عليك من أن تأخذ كل تلك المخاطرة لوحدك دون بيئة داعمة من خلفك. بالمناسبة أحبتي في الله، تطرقنا لهذا الموضوع بشكل مفصل في كتابي من زاوية مختلفة في موضوع العمل والطالب العامل. يمكنك الآن الحصول على نسختك الورقية من المكتبات القريبة منك في بلدك، سأضع في الوصف العناوين إن شاء الله، أو يمكنك الحصول على نسختك الرقمية من خلال تصفحها من خلال تطبيق أبجد، وهو تطبيق مختص بتصفح الكتب بشكل عام، ويوجد الآن عرض بمناسبة معرض الرياض أتمنى أن تستفيدوا منه، سأضع لكم في الوصف رابط تحميله وعناوين المكتبات. وكم أتمنى أن يكون كتاب من زاوية مختلفة بين يدي كل محب منكم. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.